أسعار النفط لهذه الأثناء على ارتفاعات إذن طفيفة، نوع من الاستقرار إذن بأسعار النفط بعد هذه الخسائر في الجلسة السابقة التي قوبلت مخاوف الطلب بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بمخاوف تقلص المعروض العالمي بعد تعهد السعودية بتقليص تخفيضات الإنتاج، وكنا قد تابعنا هذه النتائج فيما يتعلق بأوبك بلس وهذا الاجتماع الذي حصل بداية هذا الأسبوع. مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بمستقبل أسعار النفط والأسواق ينضم إلي من دبي السيد بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة بأرجوس. مرحبا بك سيد بشار. يبدو بأن السوق لم يتفاعل بقوة مع قرارات أوبك بلس وهناك يعني حالة من الاستقرار بهذه الأسعار، كيف يعني نقرأ تحركات الأسواق؟ أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. بعتقد عدم تحرك الأسواق أو عدم ردة فعل الأسواق سلب أو عدم انخفاض الأسعار النفط كما كان يحصل يعني في الأسابيع الماضية هو ردة فعل يمكن أن يراها الشخص بأنها إيجابية إلى حد ما، لأن الخطوات التي اتخذت الأسبوع الماضي في فيينا بنهاية الأسبوع داخل أوبك وأوبك بلس نوعا ما فرملت هذه الداونورد ترند أو الانخفاض الذي كان حاصل في أسعار النفط على مدى الأسابيع. طبعا الخطة التي وضعتها أوبك والتي يعني تدخل حيز التنفيذ تباعا إن كان مثلا الشهر القادم وهو الخفض الطوعي الإضافي للمملكة العربية السعودية بمليون برميل من النفط إضافة لبداية عام 2024 وحتى نهاية عام 2024 إذا كنا عم نحكي عن سقوف الإنتاج، إذا كنا عم نحكي عن التخفيضات الطوعية وغير الطوعية وغيره. هذا الشيء بيعني أنه أوبك وضعت خطة واستراتيجية طويلة الأمد، وأوبك اليوم يعني تنظر إلى الأسواق بعين اللونج تيرم سيكوريتي، بحيث أنه الأسعار اليوم وتقلباتها من ميل تم إلى حد ما وضع حد إلى هذه التقلبات، ومن جهة أخرى ننتظر الأيام والأشهر القادمة لسببين. السبب الأول الخفض الطوعي الذي تكلمنا عنه السعودي، والسبب الثاني لنرى كيفية ردة فعل الاقتصادات العالمية ومنها الغربية والصين. نظرا المقاطعة سيد بشار مرحبا بك، لضيق الوقت لدينا دعني أنتقل لهذا المحور إذا سمحت لي فيما يخص بيانات البنك الدولي فيما يخص الصين تحديدا. هناك توقعات متفائلة للاقتصاد الصيني أن ينمو بنسبة تصل إلى 5.6% وهي أعلى من توقعات الحكومة الصينية. كيف سيؤثر ذلك على مستويات الطلب الصينية وهل سيكون دافع لارتفاع الأسعار خلال النصف الثاني من هذا العام؟ وبالمختصر على الأكيد هناك ضغط كبير يضع على الصين اليوم في هذا الموضوع، وهناك الكثير من الاكسبكتيشنز والتوقعات على الاقتصاد الصيني، ولكن لنكن واقعيين علينا أن ننتظر لنرى كيفية ردة فعل هذا الاقتصاد. من جهة إذا كان النمو صحيحا كما تضعه الوكالات الدولية فهذا سينعكس إيجابا، لأن سيكون الطلب على النفط أكثر من المعروض في الأسواق، وهذا سيدفع أوبك إلى نوع من اتفاق جديد أو حلحلة للخفض الطوعي الذي اتخذته 8 دول أو 9 دول إضافة إلى روسيا يعني داخل المجموعة، وهذا سينعكس طبعا إيجابا على أسعار النفط إذا اعتبرنا أن إيجابا هي الارتفاع يعني بهذه الأسعار. أما من جهة أخرى إذا لم يعني يقوم الاقتصاد الصيني بهذه ردة الفعل الإيجابية فهذا الخطوات التي اتخذتها أوبك والتي تظهر عن المرونة اليوم التي أصبحت موجودة داخل أوبك ستكون أساسية لمحافظة على الاستقرار وعلى سعر معين للنفط ولوقف التقلبات الكثيرة الحاصلة في الأشهر والأيام الماضية. شكرا جزيلا لك سيد بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة بأرجس، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. إذن